من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. اكيد رقمنا راه الاشاره للكل باش انكم تواصلوا معنا على رقمنا اللي هو 05 22 36 05 36. نقاط كثيره كنناقشوها معكم من خلال التغذيه، من خلال المواضيع اللي كنقترحوها عليكم. الاسبوع اللي فات كنا بدينا موضوع اللي كيخص تغذيتنا والجهاز الهضمي، واكيد هاد التقلبات المناخيه اللي كاينه مع هاد النزلات، مع هاد البرد هذا اللي كاين. ناقشنا الموضوع بدايه رفقه الاستاذ والباحث محمد وحسين، وغنكملوه دائما في هذا الاطار. كنت ذكرتي الاسبوع اللي فات مجموعه من الامور. اول شيء صباح الخير. صباح النور. كنا ذكرتي الاسبوع اللي فات مجموعه من الامور اللي كتعلق بالتغذيه ديالنا، كتعلق باننا بزاف ديال الحاجات، مثلا معادن يعني فيتامينات، منها الخضروات، الفواكه، هاد التقسيم كله، هاد التركيبه كلها اللي كنتكلموا عليها كثير مره. ودائما كنشجعوا كل المستمعين والمستمعات على انهم يستهلكوا ان الطبق ديالهم يكون مشكل ويكون متنوع. كنا سبقنا وتكلمنا عليها، وتكلمنا على بزاف ديال الحاجات اللي غتخلي الجهاز الهضمي مزيان، زائد الصحه ديالنا اولا. هاد المواد اللي غنستهلكوها كلها كتعطي واحد المناعه، دونك كتعطي واحد الطاقه، وكتعطي واحد المقاومه ايضا لهاد الامور اللي كتكون او اللي كتجي على مستوى نزله البرد او غيرها، ودوك الامراض الصغيره انتيازيه اللي كتجي في هاد الوقيته. نكملوا دائما في هاد الاطار. شنو هي الاشياء الاخرى اللي ممكن ان فعلا تخلي جهازنا الهضمي يدير الدور ديالو الفعال، بالاضافه ان الاكل او الحاجات اللي غناخذوها تعطينا دائما فائده على الصحه ديالنا. يقدر يكون اكل، يقدر نمط حياتي، شي حاجه من هذا القبيل. تفضل. مرحبا. اذا اللي ذكرنا في الاسبوع الماضي وهو انه في هذه الايام الحرجه ديال البرد غالبا ما كيكون هناك كما يقال ان واحد التغير ديال لا سيزون، وهذا التغير ديال لا سيزون غالبا ما كيكون ليه انعكاس سلبي على الصحه ديال الانسان. وحنا ذكرنا بانه البروده لما كتجي كتحاول انها تهبط من الميتابوليزم العام ديال الجسم ديال الانسان، او لا من الايض، وفي ما كنقول الايض الامكانيه ديال الهضم ديال السكريات كتنقص، الامكانيه ديال الهضم ديال البروتينات كتنقص، الامكانيه ديال الهضم ديال الدهون كتنقص، الامكانيه ديال امتصاص ديال العناصر المغذيه كذلك كتنقص. هادو كلهم السبب ديالو هو البرد. وبالتالي احنا عندنا واحد القاعده اللي معروفه، هو ان الجسم ديالنا عنده واحد القدره ديال التاقلم مع التغيرات المناخية ولا التغيرات ديال الموسمية بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. لهذا خصنا ما يسمى بثقافة، الثقافة الغذائية اللي غادي تخلينا اننا نعرفوا شنو هي الاحتياجات ديال الجسم ديالنا في كل فترة باش انه يقدر يقاوم الفترة اللي كتكون حرجة ويتعامل معها بواحد الطريقة اللي كيكون فيها العملية الهضم في المستوى العالي ديالها، اللي كيكون فيها الامتصاص في المستوى العالي ديالها، اللي كيكون فيها توزيع العناصر المغذية على كل مكونات الذات ديالنا في المستوى العالي ديالها. وهذا كيتطلب منا اننا تكون عندنا غير معرفة أولا بالذات ديالنا والتعامل ديالها مع هذا الشيء، وتكون معرفة كذلك ديالنا للمواد الغذائية اللي كندخلوا للذات ديالنا في كل مناسبة. فغالبا ما كيكون عندنا واحد الخطأ كبير في هذه الفترة ديال البرد، وهو أنه كنقولوا خصنا ناخذوا الأشياء اللي كتسخن، الأشياء اللي كتسخن، والإنسان كيكثر من الأكل ديال الزيت، والما كيكثر من الأكل ديال الزيت هنا فين كيكون هناك مشاكل. أنا عندي ميتابوليزم ضعيف في هذه الفترة هذه، والهضم ديال الدهون كيكون شيئا ما ثقيل، وبالتالي أنا كنزيد الكم ديال الدهون نسبة، وأنني كنعرف بأنه الدهون كتعطينا طاقة، والطاقة ممكن أنها تخلي يعني نبقى سخون في هاد الايام ديال البروده. الوغ ماشي هذا هو الصحيح. الصحيح هو كل حاجه كتاخذ بقدر، كل حاجه كتاخذ بواحد المقاييس اللي كتخلي الهضم ديالنا يكون في المستوى العالي، وبالتالي الاداء ديال الجسم ديالنا يكون في المستوى العالي. اذا لما كنكونوا عرفنا بان الجسم عنده واحد القدره، واحد القوه، واحد الامكانيه ديال انه يتاقلم مع التغيرات الموسميه، ف هاد الخاصيه خصنا نعرفوها. اذا شنو هي الاشياء اللي غادي تخلينا انه هذاك الامكانيه ديال التاقلم نوظفوها باش اننا ندوزو هاد الفتره الحرجه على احسن ما يرام، وباش نخليو الجسم ديالنا دائما في ديك الامكانيه ديال الهضم تكون عاليه. ونشوف اولا الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي كل ما خدمت عليه كل ما عرفتي النتائج كتكون جد عجيبه على المستوى ديال الاداء الجسم ديالنا، لا في البناء
ولا في الانتاج ديال الطاقه ولا كذلك في الطاقيه والبانيه والوقيه الوقايه والبناء والوقايه يعني لا ديفونس ايمونيتير. اذا في الوقت اللي كنعرف هذه الامور شنو كنقول؟ كنقول دابا خصني نعزز الجهاز الهضمي ونعزز المكونات ديال الجهاز الهضمي باش ان الامور ديال الايض ديالي تكون في المستوى العالي. كيفاش؟ اول حاجه كنفكر فيها اللي هي الخضروات وخاصه الخضروات اللي كتكبر في الارض اللي كنسميو لي ليغوم غاسين. لي ليغوم غاسين بحال الخيزو بحال اللفت بحال الباربا بحال اي حاجه اللي كتكون لهذيك الماده اللي كناكلوها مغروسه في الارض، وهذه كتكون فيها الياف اللي ممكن تكون هي السرير او المهد ديال الميكروبات النافعه اللي كتخلي ان الميكروبات النافعه تكبر عليها بواحد الشكل كبير. واون ميم طون الا كان عندي النوع ديال الميكروبات النافعه مفيد على هذا السرير هذا كتولي كثيره، والما كتولي كثيره كتزيد تعزز ليا من الامكانيات ديال الهضم، كتزيد تعزز ليا من الامكانيات ديال اعاده البناء ديال الجدار ديال الامعاء الدقيقه ديالي والامتصاص المحكم ديال العناصر المغذيه. اذا انا الالياف غادي تلعب ليا دور كبير، والالياف فين كاينه؟ في دوك لي راسين لي ليغوم راسين كما قلنا، يا اما الخيزو يا اما البربا يا اما اللفت يا اما كل الاشياء اللي كتكبر على في الارض، وهادو كيعطيوني واحد الصحه واحد السلامه للجهاز الهضمي اللي كيكون عالي، وبالتالي كندوز هاد الفتره الحرجه ديال البروده بدون ما يكون عندي عناء وبدون ما يكون عندي اشكالات على المستوى ديال الاداء ديال الايض العام. هاد لما قلنا لي كاروت البطاطا الحلوه الباربا هادو كيتسموا بحال قلتي النجوم ديال المنتجين احسن وانفع واقوم نوع من الانواع ديال الالياف. وتبين بانهم حتى الابحاث لما تقامت مثلا على الخيزو وعلى البطاطا الحلوه وعلى الباربا تبين بانه هذوك الالياف اللي كاينه فيهم الياف اللي هي اللي كتشكل احسن هديه للجهاز الهضمي واحسن هديه للميكروبات النافعه اللي كاينه عندنا في الدات ديالنا. نعم. وبالتالي اضافه الى ان الالياف اللي كاينه فيها كاين كذلك مضادات للاكسده اللي كتزيد تعاون على الرفع ديال مستوى المناعه ديالنا. مضادات الاكسده اللي كتنقي الدات ديالنا، فكل ما تنقات الدات ديالنا وكل ما المناعه ارتفعت في الدات ديالنا الا وكيكون الاداء الوظيفي ديال الجسم ديالنا كيكون في المستوى العالي. احنا غادي كما كيقولوا ايتاب بار ايتاب باش نحاولوا اننا نفهموا الجسم ديالنا والاحتياجات ديالو ونشوفوا رغم ان البروده كتهبط من الميتابوليزم ديالو كيفاش يمكن لينا في هاد الظروف ديال ان الميتابوليزم كيهبط حنا كيفاش اننا نعزو الامكانيه ديال الهضم ونعزو الامكانيه ديال الامتصاص ونعزو الرفع ديال مستوى المناعه ديالنا من خلال القراءه ديال الوجبات الغذائيه اللي غادي ندخلوا للذات ديالنا. نعم. وقلنا دابا الان الابحاث لما تقامت على الخيزو وعلى البطاطا الحلوه وعلى الباربا وبينت لنا بان الالياف ديالها في المستوى العالي، وبينت لنا بان هذوك الالوان ديالها ولما كنقول البطاطا الحلوه الحمد لله راه موجوده عندنا ديك البطاطا الحلوه البرتقاليه اللي اللون ديالها برتقالي، هذا ذاك اللون كيعطيني واحد المعرفه على اساس ان هذاك غنيه بمضادات الاكسده اللي غتنفعني في المساله ديال التنقيه، وخاصه وحنا كناكلوا ثقيل في هاد الايام ديال البروده، فلما كتجي كتلقى الكل كياخذ القطاني وحنا كنعرفوا بان القطاني الكتله ديالهم ثقيله، لما كنشوفوا الحمص والخيزو والفول واللوبيا كتلقاهم بان الاكل ديالهم ثقيل، وبالتالي اللي خصني ناخذ شي اشياء اللي ممكن انها تعاونني على اساس انني نرفع من الاداء ديال الايض عندي في الجسم ديالي. وهذه فيما يخص الالياف. كذلك في هاد الفتره هذه ديال البرد والفتره ديال فصل الشتاء كيكون عندي سبحان الله الاشجار ديال الحواميد كتولي شغاله، الاشجار ديال الحواميد منها البرتقال منها البومبلوموس منها المندرين، وحنا كنعرفوا بان لا البرتقال
ولا البومبلموس ولا المندرين هادو شركات انتاج لا فيتامين سي، شركات انتاج لا فيتامين سي، وكذلك شركات انتاج واحد النوع عجيب ديال الالياف. دونك فيتامين سي والالياف وحده غتلعب ليا دور ديال انه كدير ليا لا سيكوريتي عند الجهاز الهضمي اللي هما الالياف، وكتلعب دور ديال انها المهد ديال الميكروبات النافعه اللي غتعاوني على المساله ديال الهضم والامتصاص. وعاد عندي لا فيتامين سي اللي كتلعب دور ديال ادخال العناصر المغذيه اللي كتكون عندي في الباربه، العناصر المغذيه اللي كتكون عندي في الخزو، العناصر المغذيه اللي كتكون عندي كذلك في البطاطا الحلوه. فإلا دخلت هاد المواد الغذائيه بالفضل بالفضل ديال الفيتامين سي اللي كاينه في هاد الحوامض، النتيجه كتكون عندي دخول اشياء اللي غترفع ليا الاداء الفيزيولوجي ديال الذات ديالي. مازال نرجعوا نشوفوا دائما الاهميه ديال الفيتامين سي، وكذلك كيفاش كيخلي ربما الامتصاص ديال هذه المواد اللي ذكرتي وغيرها اللي غنذكروها من بعد دائما في الجسم ديالنا، واللي تقدر تعطي واحد الطاقه وتعطي واحد الفعاليه للذات ديالنا. باش هكذا كيف قلنا ان الانسان يقدر يقاوم مجموعه من الامراض اللي كتكون في هذه البقيته بحال نزلات البرد وغيرها، وتحسين ديال الوظيفه ديال الجهاز الهضمي. اكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم المستمعين والمستمعات من خلال رقمنا المباشر اللي هو 0522 36 05 36، علاش هذا يفهم يا مستمعات. مرحبا دائما بتواصلكم وتفاعلكم ايضا من خلال رقمنا المباشر اللي هو 0522 36 05 36. نقاط كثيره مازال كنشاركوها معكم رفقة الاستاذ والباحث محمد حسين اللي هو متخصص في التغذيه. كنتكلموا دائما على تغذيتنا والجهاز الهضمي ووظيفته ايضا، واكيد حتى كيفاش ممكن الاغذيه ديالنا يكون لها دور باش اننا نقاوموا هاد النزلات ديال البرد وغيرها اللي كتكون في هذا الموسم هذا الممطر وبارد. نكملوا دائما في اطار تكلمتي على الحوامض اللي هي الوقيته ديالها دابا، كاينين مجموعه منها تبارك الله، كاين الليمون، بومبليموس، المندرين، يعني كاين هاد الانواع ديال الحوامض كلها، واللي بزاف منا كيعرف انها غنيه بالفيتامين سي اللي هو مهم للذات ديالنا الحيويه، مهم للذات ديالنا في هاد الوقيته ديال البرد ايضا. تكلمتي على ان اهميته كتدخل كذلك حتى في بعض المواد الغذائيه اللي كيسهل الامتصاص ديالها وكتعمل وظيفتها على مستوى الذات. نكملوا دائما في هاد الاطار هذا. ممتاز. الوغ في الوقيته اللي كنتكلموا على هاد لي زاكروم او الحوامض والفوائد ديالها على المستوى ديال الذات ديالنا من خلال المكونات ديالها، شنو قلنا؟ قلنا كاين فيها لا فيتامين سي، قلنا كاين فيها الالياف. لا فيتامين سي بحال الا كتولي وسيله من الوسائل ديال انزال ذاك المهد، انزال ذاك السرير على الجدار ديال الجهاز الهضمي ديالنا، لا المعده ولا على الامعاء الدقيقه ولا على القولون ولا على كل الطريق ديال الجهاز الهضمي. لما كنحط عليه الالياف بمعنى انني كنوجد داك السرير اللي غادي يكبروا عليه الميكروبات النافعه ديالي. اضافه الى ذلك غتجي لا فيتامين سي، وقلنا بان لا فيتامين سي غتلعب دور ديال انها غادي تفتح المجال ان واحد المجموعه من العناصر المغذيه انها تدخل للدوره الدمويه، واش باش يستافد منها الجسم ديالنا وباش يدي الوظيفه ديالو على احسن ما يرام فيما يخص الفيزيولوجيه العامه. اذا هنا كيتبين لي بانه الفواكه خصها تجي هي الاولى وتطرح هي الاولى على مستوى الجهاز الهضمي قبل اي نوع من الانواع ديال الماكله. فالمحيما حين ما نقول بانه وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، انا كنقول لما كنسبق الفاكهه كنسبق واحد الظروف ملائمه لتفعيل واحد المجموعه ديال الاشياء اللي غتسهل على الجسم ديالنا انه يدخل العناصر المغذيه، انه يكثر من الميكروبات النافعه باش ان الوظيفه ديال الجسم ديالنا تكون على احسن ما يرام. فالقران لما كيذكر كيقول لك ادوا فاكهه ولحم طير، بمعنى انني خصنا نسبق بالفاكهه. وعلاش الان كنتبتوا كيفاش علاش كنسبقوا بالفاكهه؟ كما قلت باش انه الالياف غادي نحطها اولا، ثم كذلك واحد المجموعه ديال العناصر اللي كتيسر لي الدخول ديال العناصر المغذيه اللي غتجي من بعد اللي فيها ذوك المواد اللي كتجي مع الطاجين، المواد اللي كتجي مع اللحم، المواد اللي كتجي مع جميع الانواع ديال الماكله البعديه. هنا كتلقى حتى ديك التخمه كتنقص شي شويه، وكتلقى حتى دوك الغازات كينقصوا شويه. علاش؟ لانك بحال خدمتي بذكاء
مع الجسم ديالك وخاصة مع الجهاز الهضمي، بحال كتهيئو أنه يستقبل عناصر مغذية ويدخلها بالشكل المحكم إلى الدورة الدموية ديالنا. ما بين الأشياء الأخرى اللي كتصب دائما في نفس الاتجاه، وهو في هذه الأيام ديال البرودة، في هذه الأيام ديال الشتوى، نفكروا في دوك لي شو، نفكروا في داك فاش كنقول لي شو كنقول الكرومب، كنقول الشوفلور، كنقول الشو دو بروكسل، كنقول لي شو فريزي. هادو كلهم مواد تهي غنيه بواحد النوع اخر ديال الالياف، واحد النوع اخر ديال مضادات الاكسده اللي غادي يعاونوا الجهاز الهضمي ويعاونوا على ان هذوك لافاريتي ديال المكونات ديال المواد الغذائيه اللي غادي تجي من بعد غادي تستفد منها الجسم ديالنا بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. نعم، مازال نكملوا غير ناخذ مكالمه دائما. مرحبا بكل مستمع ومستمعة، مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. رقمنا راه الاشاره الكل 0522 36 0536. مازالين كنتكلموا على التغذيه ديالنا والجهاز الهضمي، واكيد هذا البرد رفقه الاستاذ والباحث محمد احسين متخصص في التغذيه كذلك. مرحبا بالاسئله ديالكم على 0522 36 0536. نكملوا دائما في اطار ديال التغذيه ديالنا، واكيد غينا بزاف ديال المواد الغذائيه وفعاليتها ايضا في الامتصاص ديال بعض المواد ودورها ايضا على مستوى الجهاز الهضمي. تفضل. مرحبا. لما تكلمنا على الملهوف ودوك المواد الغنيه بالمواد الكبريتيه، هذه كتلعب دور ديال انها ليس فقط انك تعزز الاداء ديال الجهاز الهضمي، بل كذلك حتى الكبد، والكبد لما كيتصفى ولما كيتنقى كيعاون على اساس ان الجسم ديالنا غادي ترفع المناعه ديالو بواحد الشكل كبير وكبير جدا. وحنا في حاجه الى انه في هذه الوقيته ديال البروده تكون عندنا مناعه قويه ومناعه طالعه، وبالتالي هادو من كما كيقولوا من الاشياء اللي خصنا نتعلموها وندير سكون نابيل اون ايدوكاسيون نوتريسيونيل، واحد الثقافه غذائيه اللي غادي تخلينا نوليو نتعاملوا مع الجهاز الهضمي ديالنا، مع الذات ديالنا بواحد الشكل من العقلانه. وهاد الامكانيه ممكن انها تادى بالاشياء اللي تكلمنا عليها قبل قليل، واللي وصلنا فيها الان الى غايه ما يسمى بلي كروسيفير، اللي هما العائله ديال الشوفلور، العائله ديال الكرومب، العائله ديال لي شوفريزيل، العائله ديال لي شو دو بروكسل. وعلاش؟ لانهم كما قلت قبل قليل غنيه بالالياف وغنيه بمضادات الاكسده اللي كتعزز العمل ديال الجسم ديالنا على الاطلاق. ثم كذلك كاين ما بين الاشياء اللي الحمد لله مازال موجوده عندنا في لي مارشي، كاين عندنا مازال التفاح موجود في الاسواق، مازال كذلك البعويد موجود في الاسواق. هذا التفاح والبعويد اللي موجود دابا الان ممكن اننا نستغلوه، حتى هو له دور كبير في انه كيعطي، حنا كنعرفوا بان الوقت ديالو هي اليامات ديال الخريف، ولكن بما انه لحد الان مازال موجود نستغلوا الحضور ديالو والتواجد ديالو في المارشي باش اننا نستافدوا من ديك الالياف اللي كاينه فيه، اللي تهي مهمه جدا في الرفع من المستوى ديال الميكروبات النافعه اللي كاين عندنا في الذات ديالنا. كاين كذلك القطاني. نعم، نتوقفوا عند القطاني. مرحبا. نأخذ مكالمات دائما على 0522 36 0536. أمينة من مكناس، السلام عليكم. لا أمينة. لالا صباح الخير لجميلة. صباح النور. مرحبا لالا. كتبحت لالا، لاباس عليك؟ الله يحفظك. لاباس عليك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أنا السيدة اللي عيطت لكم السيمانة اللي دازت على جرثومة المعدة، الله يرحم الوالدين، ما فهمتش كيفاش قال لي هذه، ومازال عندي شكون الله اللي كليتها كتثقل عليا وكتبقى بعيدتي، كانت الوالي والحرق. نعم، جرثومة المعدة واش عاودتي رجعتي للطبيب ولقيتيها؟ حيت كنا كنتي سبقتي قلتي أنها تحيدات وكان باقي لك الكونترول التالي باش أنك تعرفي واش تحيدات ولا لا. لا رجعت وقال لي لا ما بقاتش. اها، وعاودوا ثاني قلتي بديتي كتحسي بنفس الآن. دابا عطاني نفس واش رجعتي وقال لك باقه؟ ما فهمتش لك الباربه. بلاتي غير باش نجاوبو. ويعطيني النمره ديالو. وبلاتي غير تجاوبي الله يخليك. واش رجعتي للطبيب وقال لك عاود رجعت عندك جرثومه المعده؟ لا ما رجعتش. باقي ما رجعتيش. عاد غادي مازال ما رجعتش. غير ذكريني بالامور اللي كتحسي بها باش عاود الاستاذ يعاود يجاوبك. اللي كليتها كثرني، اللي كليتها كثرني بحال المطيشه، ما كتبقاش حامض، مطيشه الحار، الابزار، القطنيه، ما بقيتش ناكلهم بحال دابا، ولكن اللي كليتها كتضرني، اللي هذه كتبقى معدتي كتلوالي والحريق. واخا. بالجهه ديال المعده كلها
نعم واضح واضح السؤال مرحبا واضح السؤال ديالك شو نعم لا على الاجابه اعطيني نمره التليفون ديالو الله يعطيك الصبر نتواصل به تقدر تجاوبها يعني واش كاين رقم ولا هذا واش ترجع للستاندار خير ان شاء الله ترجع للستاندار يعطوك الهاتف ديالي شكرا لك بزاف مدام امينه من مكناس شكرا لك الله يحفظك الله يحفظك ليا الله يحفظك ليا اكيد شكر موصول لكل مستمعين ومستمعات مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالهم من خلال رقمنا اللي هو 0522 36 05 36 كملوا دائما في الاطار ديال موضوعنا اللي كيخص التغذيه تكلمتي على مجموعه من الامور وصلتي للقطاني شنو دورها ايضا على مستوى الجهاز الهضمي ديالنا على مستوى المناعه على مستوى هاد الامور كلها اللي ذكرنا الوغ لما كنتكلموا على القطاني كنقولوا جوج ديال الاشياء كيبان كما كيقولوا كي سوتو زيو اللي كتمشي ديريكتومون للعين ديالنا الوغ القطاني تساوي البروتينات النباتيه القطاني تساوي الالياف النباتيه هاد جوج ديال المكونات لهم دور كبير في انهم كيعاونوني على الرفع ديال مستوى المناعه وكيعاونوني على اعاده البناء ديال جميع ما تم تخريبه في الذات ديالنا فكنعرفوا بان الشكل الهندسي ديال الخلايا ديالنا مبني على الدهون ومبني على البروتينات الوغ لما كيكون عندي اسي ديال البروتينات واسي ديال الدهون في الذات ديالنا وهذا هو الخطر اللي ما كنردوش ليه البال في الوقيته اللي كنحطوا الوجبات ديالنا لما كتجي كتلقى الطابله ديال المائده المغربيه كتلقى فيها السكريات كثيره كثيره كثير جدا الوغ كو العكس اللي خصو يكون خصو يكون البروتينات والدهون هما رقم واحد وعاد سميتو الخبزيات في رقم ثلاثة حنا كنلقاو العكس الخبزيات كثار وفي المقابل القليل او لا ممكن نقولوا بانه يكاد ينعدم الوجود ديال البروتينات في الجهاز في الطبق ديالنا الا حنا كنعرفوا بانه كما قلت لك قبل قليل الجهاز الاولي اللي كيكون الجسم ديالنا هي الخليه البناء ديالها ولا الجدار ديالها مكون من الدهون ومكون من البروتينات كيف يعقل ان البناء ديال الخليه وكل خليه حدا خليه غتعطيني النسيج وكل النسيج كيوصل ليا الى عضو ولا الاعضاء كتعطيني الجسم بمعنى ان الجسم ديالنا كله بروتينات والجسم ديالنا كله دهون فالوجبات الغذائيه ديالنا تكون غنيه بالبروتينات وبالدهون وحنا الحمد لله في هذه الايام عاد كنراعيو ليها شي شويه فهاد الايام ديال البروده عاد كنبقاو ناخذوا البصاره وكنزيدوا معها الزيت البلديه كناخذوا العدس ونزيدوا معها شويه الزيت البلديه كناخذوا الحمص ونزيدوا معها الزيت البلديه هذه هي الطريقه السليمه والصحيحه اللي خصنا نتعاملوا بها مع الجسم ديالنا خص دائما في الاطباق ديالنا يكون البروتينات يكون معهم الدهون باش يتم البناء ديال الخلايا باش يتم البناء ديال الانزيمات باش يتم البناء ديال الهرمونات ديالنا في الجسم ديالنا فاش هادشي كيكون كله عندي في الذات ديالي كنقول الان غادي نساهم في ما يسمى بالبناء والوقايه وانتاج الطاقه في الذات ديالي ممتاز. وما بين هاد الامور هادو كنا كان عندنا القطاني اللي نجسدوها في الحمص والعدس والفول واللوبيا ياك ثم كاين في وحده هاد المكونات اللي تكلمنا عليهم كاين كذلك ما يسمى بالعطريه اييه العطريه ديالنا في الكوزينه راه داكشي اللي فيها عجيب نعم. مثلا ما كتدي سكنجبير غنرجعوا باش اننا نتكلموا على البهارات واكيد او التوابل مرحبا دائما بالاسئله ديالكم في اطار التغذيه من خلال رقمنا اللي هو 0522 36 05 36 مرحبا بكل المستمعين والمستمعات مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم اكيد رقمنا راه اشاره للجميع 0522 36 05 36 دائما مكملين موضوعنا رفقه الاستاذ والباحث محمد حسين اللي هو متخصص في التغذيه كنتكلموا على التغذيه ديالنا والجهاز الهضمي وقفنا عند البهارات او التوابل والاهميه ديالها حتى هي على مستوى المناعه ديالنا على مستوى الجهاز الهضمي ديالنا نكملوا في هذا الاطار اذا لما تكلمنا على البهارات ولا تكلمنا على العطريه اللي كاين عندنا في الكوزينه ديالنا شنو هي العطريه اللي ممكن تنفعنا في هذه الايام ديال البروده كاين عندنا سكنجبير كاين عندنا الفليو وكاين عندنا كذلك القرفه هادو الدور ديالهم عجيب على اساس انهم كيعاونوني دونك توابل والنباتات العطريه والنباتات العطريه بحال دابا الفليو ممكن انني نشربه في هذه الايام وشنو كيعطيني انتاج
ديال الانزيمات الهضميه على المستوى ديال الجهاز الهضمي. الناس اللي عندهم مشكل ديال الهضم هذا كينفعهم بواحد الشكل كبير جدا في هذه الايام ديال البروده، وخاصه كما قلت لك ناكلوا اشياء ثقيله منهم القطاني. فلما كان ندخل ولا تكون عندي استراتيجي اللي غادي ندخل بها النوع ديال البهارات في الوجبات الغذائيه، فالنتيجه ديالها هو انني كنعزز العمليه ديال الهضم، وحنا في حاجه اننا نهضموا البروتينات ديال النباتيه، نهضموا البروتينات الحيوانيه، كل الاشياء اللي احنا في حاجه اننا نهضموها خصني انزيمات لها، خصني الهضيمات للسكريات، الهضيمات للدهون، الهضيمات للبروتينات، باش يمكن تكون عندي الحصول على اجزاء بسيطه اللي كتدخل باريحيه للدوره الدمويه، وبالتالي كتوزع باش ننتج منها يا اما طاقه، يا اما اشياء اللي غادي نبني بها الذات ديالي، يا اما اشياء اللي غادي ترفع ليا الوقايه على المستوى ديال الذات ديالي. ممتاز. مازال نكملوا دائما في هذا الاطار، ناخذوا مكالمات على 0522 36 0536. فوزيه من الدار البيضاء، السلام عليكم. وعليكم السلام اخت فاطمه الزهراء. معك جميله. جميله. بغيتي تسميني فاطمه الزهراء نعاودوا نذبحوا من جديد. الله يكمل عليك الاخت. الله يكمل. مرحبا، تفضلي تفضلي تفضلي. اخبارك استاذ لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا. الله يجازيك بخير اختي. بغيت نسولك انا في النطاق ديال هذا الجهاز الهضمي. اييه. عندي كانوا كيقولوا لي بونزوي. انا تنعرف شنو تناخذ، فهمتي؟ غير وكان بحال هكا يعني بحال دابا ديك الباربه كناخذها قبل من الغدا مشكوكه وهذاك الشيء، مني كناخذها ما عرفتش واش هي اللي دارت لي القبض، مع انها هي كدير فهمتي كتجري كما تيقول. صافي. وعندي واحد الاختي، ما اختي كتاخذ زيت العود كيضرها. عندها مشكل هي ديال المعده. الله يجازيك بخير. بومزوي واش درتي تشخيص عند الطبيب؟ قال لك بومزوي خولون اشنو قال لك؟ واخا هو ما كيأثرش بيه، قال لي لا راه هذا ما فوالا الاعصاب في الجهاز الهضمي هنايا. واخا اها واخا فهمت. وضعفيت كنضعف بزاف، كنهبط الوزن. مني درت حجامه، المهم رجعت لشي اغذيه ديك الخضروات الخضراء وهذاك الشيء ديال الارض كما قال الدكتور حسين شويه الحمد لله، وكناخذ الحلبه في الصباح شي ساعات الحبات قبل، ما عرفتش هذا هو الصحيح ولا ما صحيح. بغيت غير الله يجازيك بخير، وعلى الاخت ديالي اللي كيضرها زيت العود وهي عندها مشكل في المعده. الله يرحم بها حبيبي. نعم. عندك لها سؤال؟ سي بون. نعم مزيان. واضح السؤال ديالك بزاف فوزيه، شكرا بزاف عليه. واكيد مرحبا بالتواصل ديالهم من خلال 0522 36 0536. نكملوا دائما في الاطار ديالنا، واكيد غنجاوبوا على السؤال. باقينا السؤال ديال مدام امينه مكناس ومدام فوزيه من الدار البيضاء. قبل ما نكملوا نمشيو نجاوبوا نيت امينه. مرحبا امينه. فاش تكلمت على انها كانت عندها جرثومه المعده، عملت التحاليل ديالها وخذت الدواء ديالها، وهذا من بعد في التحليله الاولى قالها الطبيب ما بقاتش، ولكن دابا كتعاود تحس بان اي حاجه كلاتها، خاصه الحاجات بحال مثلا مطيشه، الحار، القطاني. يتكلمات وشرح لها حد ديك المره كنا جاوبناها، هي غير ما فهمتش الجواب بشكل صحيح او النصيحه ديالك نعاودوا نفسروها لها. مرحبا. الو. فيما يخص الناس اللي عندهم مشكل ديال جرثومه المعده، كان هناك واحد كما كيقولوا نمط حياه اللي خصو يتبدل. اولا العسل، كان واحد النوع ديال العسل عجيب جدا لهاد الناس اللي عندهم المشكل ديال جرثومه المعده. العسل ديال المانيوكا، العسل ديال المانيوكا غادي ان شاء الله كما قلنا نديروا حلقه خاصه عليه باش نشوفوا الناس علاش الكل اصبح يتكلم على العسل ديال المانيوكا. كذلك البروبيوتيك، البروبيوتيك يا اما تاخذوا من لا فارماسي او لا تصاوبوا بالطريقه ديال التخليل، هذوك لي كروسيفير، تخليل ديال الشوفلور، تخليل ديال مخلل ديال الشوفلور، مخلل ديال الكرومب، مخلل ديال البروكولي، هادو كلهم لما يتم العمليه ديال التخمير ديالهم النتيجه هو كتعطيني واحد النوع ديال الميكروبات النافعه اللي كتنفع الجهاز الهضمي. الثومه كتقضي بواحد الشكل كبير على جرثومه المعده. البروكولي، الشاي الاخضر، الشاي الاخضر مهم جدا الناس اللي عندهم مشكل ديال جرثومه المعده. احنا في هذه الايام غتدخل دوك لي فرويروج، الفرومبواز والفريز والميرتي وداك الكومبيري، هادو كلهم مهمين جدا ومفيدين انهم كيخليو جرثومه المعده. فاش كنتكلم على هاد المواد هادو شنو الدور ديالها؟ هو انها كتعزز
الجهاز الهضمي باش يخرج هذوك العصاره ديالو اللي مكونه من الانزيمات الهضمه ومكونه كذلك من الاسيد كلوريدريك. لما كيخرج هادو اوتوماتيكمون كتحيد لي الاش بيلوغي، لان خصنا نعرفوا بان الاش بيلوغي راه ماشي كتبغي تجي هي باش تجي، هي كتلقى بان الظروف ملائمه ما بقاش الجهاز الهضمي كيخرج لنا ديك العصاره. لما كتلقى الجهاز الهضمي ما بقاش كيخرج العصاره، هي كتولي بحال ديك لا غوت سكور، بحال ديك الرويده ديال السكر اللي كاين عندنا في الطوموبيل، غير كتفش واحد الرويده كتخرج كناخذوها هي باش نكملوا الطريق ديالنا. فلما كيكون هناك مشكل على المستوى ديال المعده كتولي هي كتدخل. دونك حنا شنو كنديروا؟ كنعزوا العمل ديال المعده ديالنا باش تخرج ديك العصاره ديالها، باش ما كتخليش الامكانيه ديك الرويدات السكر انها تخرج. داكشي اش كيقول لك اودي راه مشيت تحيدات ليا وعاوتاني رجعت ليا. علاش رجعت؟ حيت عاوتاني تفشات لك الرويده في المعده ديالك، ولما تفشات عاوتاني غتنوض لك غتاخذ السكر اللي هما الاش بيلوغي. دونك خصني نغير نمط الحياه ديالي. وقلنا المره اللي دازت ان تاخذ العصير البربه. العصير البربه فيه لي بيتاين كلوريد اللي كيخليو هاد لي سيلو باريتال ينتجوا ليا الحامض الكلوريدريك والانزيمات الهضمه اللي كتخلي اوتوماتيكمون الاش بيلوغي تحيد ليا من الطريق. وكذلك كناخذوا الخل ديال التفاح. فهاد الامور الخل ديال التفاح معلقه كبيره في كاس ديال الماء كبير، كنشربوا معلقه، كتشرب هاد الماء قبل كل وجبه غذائيه، وباذن الله كتلقى بانه الظروف العمليه ديال المعده كتولي شغاله، وبالتالي كيتم ازاله الاش بيلوغي من الطريق ديال الجهاز الهضمي. نعم، حنا دائما عطيتيها نصائح من ناحيه ديال التغذيه، واكيد راه انت دائما كتتفق لان تكون ديجا وقت العلاجات ديالها باش هكذا يكون ذاك التكامل ما بين ما هو دوائي وما هو تغذيه ايضا، باش كل حاجه تعمل الدور ديالها. غنجاوب على السؤال ديال فوزيه بعد ما ناخذ انوار. انوار من الدار البيضاء. انوار السلام عليكم. الو، عليكم السلام. مرحبا سيدي، تفضل انوار. الله يخليك، انا عندي واحد المشكل في الكولون. ايه ديجا درت عليه سبعه ديال لي زوبيراسيون. اها، اشنو المشكل عندك في القولون؟ كان عندي حبوبه، فاش درت لها لاناطات لقيت عندي ان تيمور. اها، تيمور لاناطات. وابخي المهم تبعت، درت مشيت عند الطبيب. درتي الاستئصال ولا حيدتي غير درتي الاستئصال ديال هكا جزء من المصران؟ درت الاستئصال. والطبيب اللي دار لي الاستئصال شيرجيان مسا لي واحد جوج ملتيسات صغيرين حدا الغيكتون. ابخي لالا فاش مسا لي هذوك جوج ملتيسات حدا الغيكتون مشيت درت لا شيميثيرابي ولا غاديوثيرابي. ابخي رجعت عنده قال لي باش يحيد لي هذوك الناس اللي بقاو. اها، وي حيدهم لي، مي مالوغوزمون طرا لي واحد خطا طبي في لوبيراسيون، تكون لي واحد لو بي في البروفون، هذاك البو ما بغاش يتحيد، ولا عندي صداع بزاف في المحرك في العظام ما كنعاش. الطبيب مالوغوزمون دابا راه معاه دابا في المحكمة. فاش درت السكانير ما كتبوش لي لافخاج ديال انني عندي البو، حيت درت سكانير في الكلينيك اللي دار لي فيه هو لوبيراسيون. ابخي عاد باش مشيت عاود سكانير في بلاصه اخرى، هو اللي شخصوا لي بان عندي البو، فاش رجعت عنده بقيت كنغوت عليه، وهذا هذا باش قال لي خصني ندير لك اوبيراسيون. نعم، خاصو يدغيني لي هذاك البو. فاش دغينا لي البو ما دغيناش كامل. نعم، انور اسمح لي قطعتك. اول شيء ان شاء الله يدير ربي تاويل يا رب. الحاجه الثانيه، شنو السؤال ديالك اللي يكون عنده علاقه بالتغذيه؟ شنو فوالا السؤال ديالي هو انني بعد المرض دابا فاش صافي دابا الحمد لله وليت بخير الحمد لله، ولكن بعد المرض كناكل شي ماكلات ما كنكونش عارفهم، بحال مثلا واحد المره كليت الكسكسو، مره كليت السرديل، مره شربت واحد الكاس ديال الحامض، ما كنكونش عارف هذوك الماكلات، كيجيني واحد الكريز بالليل كنقلل كامل وانا كنتوجع. دابا بغيت غير نعرف شنو نقدر زعما باش نعرف هاد الماكلات اللي ما خصنيش ناكل، ولا الريجيم اللي خصني نتبع. واخا، واضح السؤال ديالو ولا عندك اي سؤال؟ واضح؟ شكرا لك بزاف، ومعافى ان شاء الله انوار، شكرا لك، الله يحفظك ليا، شكرا موصول كل المستمعين والمستمعات، اكيد حنا كنقول حتى في الاسئله ديالكم نعطيو السؤال ديريكت باش هكذا، حتى ناس اخرين عاودوا يتواصلوا معنا حتى هما بشكل اكبر، مرحبا دائما على 0522 36 05 36، نرجعوا نجاوبوا على الاسئله ديالكم ونكملوا دائما في الموضوع ديالنا، رفقة الاستاذ والباحث محمد احسن اللي هو متخصص في التغذيه كذلك. جديد، مرحبا.
كل مستمعي ومستمعات مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم. اكيد رقمنا راه الاشارات الكل 0522 36 05 36. نكملوا في الاجابات. وصلنا عند فوزيه من الدار البيضاء تكلمت على انها ما يسمى ويطلق عليه قالت يبو مزوي لكن الاطباء قال لها الاعصاب في المعده. تكلمت على انها عطات واحد غير عنتر واحد قالت الباربه محكوكه ملي تاكلها ما كيكون مشاكل انها كتضعف دغيا. قالت مع ان الباربه نورمالمون كتسهل هي كدير لها القبض. تكلمت على انها كتاخذ الاغذيه كيف قلتي ديال التربه كتاخذ الحلبه. قالت واش هاد الطريقه هادي مزيانه بالنسبه لها ولا لا؟ يعني هاد الطرق اللي كدير انها اللي كتاخذ. عاش نجاوب على السؤال ديال اختي. اذا هاد الامر هو بطبيعه الحال ممتاز. الطريقه اللي كتاكل بها دابا الان ممتازه. ايه اللي ممكن يضاف على هادشي اللي كدير اللي هو صحي واللي هو انه غادي يساعد الجهاز الهضمي ديالها على اساس انه يؤدي الوظيفه ديالو على احسن ما يرام. الباربا كاين هناك جوج ديال الانواع ديال الناس. كاين اللي كياخذها كدير له اسهال وكاين اللي كياخذها كدير له قبض. اذا الفيزيولوجيا ديالي وديالك راه دائما مختلفه. صح. انا ممكن ناكل دنجال ويدير لي حساسيه وانت تاكلي دنجال ما يدير لك حتى شي حاجه. فهاد الامر هذا ما يبقاش هناك يعني الانسان يكون عنده شي تخوف من هذا الامر. علاش انا هذه الماكله كدير لي هكا وعلاش اختي ولا خويا ما كديرليش نفس؟ لان الفيزيولوجيا ديالنا كتختلف. الوغ زياده على هذا الا كان هناك مشكل ديال الطلق كاين هناك بعض الوسائل الاخرى اللي ممكن كذلك نلجؤوا لها باش نخليو الجهاز الهضمي ما يبقاش ذاك الكسل ويخلي الامور كتكون ميسره في الخروج. اول حاجه هو شرب الماء. راه عندنا مشكل كبير في القضيه ديال شرب الماء وكذلك شرب زيت الزيتون. شرب زيت الزيتون ماشي الاكل ديال زيت الزيتون. شرب زيت الزيتون جوج معالق كبار في الصباح وجوج معالق في الليل هذه بطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي كيطوليريو زيت الزيتون. كاين هناك ناس اللي مسكين مساكن ما يقدروش يطوليريو زيت الزيتون. هذا كيرجع الى انه كاين هناك مشاكل في انتاج دوك الانزيمات الهاضمه ديال زيت الزيتون. وشي اللي كيعطينا بعض المرات حرقه عند واحد المجموعه ديال الناس ومنهم الاخت ديال فوزيه. اللي مطلوب هو انه تزيد الالياف اللي كنسميوها المحلله الالياف سوليبل. هذه الالياف السوليبل فين موجوده؟ موجوده في الخرطال. موجوده كذلك في البسيليوم. موجوده في ديك اللوبيا الخضراء. موجوده فيها بواحد الشكل كبير. الفواكه مي هاد المره هاد النوع ديال الناس ياخذوا الفواكه اللي مفوره. كل ما خذوها مفوره كيساعدوا على اساس ان الجهاز الهضمي كيتطلق لهم. ولكن يحيدوا الاشياء اللي فيها السكريات بسيطه. مثلا الاشياء اللي فيها السكر البسيط بحال السنيده وما الى غير ذلك. الاشياء اللي فيها الحليب. الاشياء اللي السكريات ديالها دغيا كتهضم. العسل. هذا النوع ديال الناس ما ياخذوش حتى العسل لان ممكن. انا كنجاوب على الاخت ديال فوزيه وبجوج داخلين فيها بجوج حيت تكلمتي على زيت العود تكلمتي على الاخت. ايوا دونك بحال كاين هناك واحد الترابط ما بين السؤالين كذلك كما قلت شرب الماء شرب الماء شرب الماء مهم لهذا النوع ديال الناس. والبروبيوتيك البروبيوتيك كما تكلمنا عليه قبل قليل كيساعد على الطلق ديال الجهاز الهضمي. وكل ما كليت شي حاجه نتصنت لها. الا درت لي حساسيه نحيدها. الا درت لي سهل نحيده. وكنشوف دابا كنولي انا هو المخبر ديال المواد الغذائيه. جميع الفواكه اللي لما كتدخل الدار ديالي ما كديرش مشكل ها هي. جميع الفواكه اللي كتدخل الدار ديالي كدير مشكل ها هي ونحيدها عليا. وكنبقى بهذه الطريقه كندير قراءه للوجبات الغذائيه ديالي وكنتهي بانه في الاخر كنحصل على المواد الغذائيه اللي كتماشى مع الاحتياجات ديال الذات ديالي. وكل ما كلات لي روبا صغيورين كل ما مزيانين. لان كاين هذا النوع ديال الناس كل ما الا كلا وجبه ثقيله غالبا ما كدير لي هذا المشكل. دونك هذا النوع ديال الناس كذلك كنصحهم بياخذوا وجبات خفيفه ومتعدده طيله اليوم. نعم. غناخذ مكالمه. عادل من طنجه. السلام عليكم سي عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي. خايبه استاذ انا كنت عندي اعراض ديال المهم الغيلوف والدوخه وكنرد وما عنديش الحريق في البطن بزاف.
وست عنده واحد الدكتوره ديال الغدد والسكري اللي تخلي الخوف من السكر وداكشي. قالت لي قالت لي خاصك دير ديال اناليز واحد بيلون توتال ديال الدم وبين عطات مو فيتامين دي ديال اسبيلوري. بلاتي الله يرضي عليك عافاك، ما نبقاوش نذكروا شي حاجه اخرى ونعطيو ندخلوا في السؤال ديريكت اللي كيخص التغذيه لان الوقت ما غيدركنا. فوالا عندي اسبيلوري طالع ياك عطاتني التريتمون ديالو، عطاتني التريتمون ديالو، دار التريتمون دارت واحد المده عاود رجع لي نفس الاعراض رجعوا لي، وديك الاعراض لاحظت بعض المأكولات اللي كانت كتعطيني ديك الاعراض، انا شويه ديال القطاني كتكوس مع اللبان بعد ما عرفتش واش انا هاد الناس دونك القطاني ياك القطاني سمح لي سي عادي القطاني ملي كتاخذ كسكسو مع اللبن ها وشنو اخر عاود مع اللبن كسكسو مع اللبن كيعطيني كذلك عاود ديك الانتفاخ والحركه والدوخه والغيلوف والقطاني القطاني ماشي كامله بحال اللوبيا والبيصار هادو ما عرفتش واش كاين شي زعما شي نمط غذائي معين هاد الناس اللي كيعانيو من هاد الانتفاخات فوالا واخا وعندي انتفاخات عندك لي سؤال ولا واضح فوالا غير هاد الماكله هادي اللي كدير لك انتفاخات وهادشي اللي كتحس وكتغيلف وهادشي ياك سي عادل غير هادي بالضبط واخا 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 شكرا جزيلا على السؤال ديالك. دائما ندخلوا في السؤال ديريكت باش هكذا نقدروا ان شاء الله نجاوبكم على الاسئله ديالكم في الوقت المخصص. هنا وصلنا عند السؤال ديال انوار. انوار كان عنده مشكل على مستوى القولون ديالو من تيمور من بعد الاستئصال من بعد الامور كلها دائما ربي عوين ديالو. تكلم كاينين شي مواد ملي كياخذهم ما تتكونش شي مزيانه ما قال لك ما كنعرفش شنو فيهم بحال مثلا تكلم على كسكسو تكلم على ملي كيشرب شي عصير ديال الحامض ما عرفش شنو نوع الماكله اللي ياخذها الانسان اللي ربما استأصل واحد جزء من المصران ديالو وشنو نقدروا نجاوبوا. الوغ هاد الناس هادو اول حاجه كما دائما كنقولوها خص يتعاود البناء ديال الجدار ديال الجهاز الهضمي كليا. باش يتعاود البناء ديال الجدار هو اننا كناخذوا الالياف البسيطه. الالياف البسيطه كاينه موجوده عندنا في الفواكه فهادو هاد الناس كياخذوا الفواكه ثم بعد ذلك بعض الفواكه اللي يقدروا ياخذوها فورا باش دوك الفواكه ديالهم كتولي كتلعب دور ديال المهد اللي غيلصقوا عليها الميكروبات النافعه. والميكروبات النافعه كاين دوك المخللات اللي تكلمنا عليهم قبل قليل يدخلها في البرنامج الغذائي ديالو وكذلك ياخذ البروبيوتيك باش يعزز الميكروبات النافعه اللي كاينه على المستوى ديال الجهاز الهضمي ديالو. وهكذا ممكن يزيد عندك العصير اللي هو مفيد جدا لهذا النوع ديال الناس والعصير الاخضر اللي تكلمنا عليه قبل قليل المعدنوس والكرفس والقزبور والخيار وكذلك التفاح بداك العصاره اللي كنسميوها لا سونتريفيجوز او لا ليكستراكتور دو جو كيعطيني ان جو تقريبا واحد 4 لتر حتى نص لتر في النهار مفيد جدا لهذا النوع ديال الناس. كذلك هناك عصير اخر ممكن يلتجئوا له الباربا والخيزو والكرافس وكذلك الفجل الاسود لي غادي نوار هادو كلهم لما كيداروا تاهما بسونتريفيجوز تاهما كيلعبوا دور انهم كيعزوا واحد المجموعه ديال الامور لا على المستوى ديال الجهاز الهضمي ولا على المستوى ديال الكبد ولا على المستوى ديال الدوره الدمويه ولا على المستوى ديال الرفع ديال مستوى المناعه. وبالتالي هاد الناس هادشي كيحتاجوا ليه ويمشيوا بهذه الطريقه هذه ويحاول انه دائما يكون عنده الوسط قاعدي دائما يكون عنده الوسط قاعدي ودائما ياخذ لو ماكسيموم دوكسيجين لان العدو رقم واحد ديال الخلايا السرطانيه وهو الاكسجين والوسط القاعدي. اذا الاخ يمشي بهذه الطريقه هذه ونتمنوا من سيدي ربي اننا نسمعوا عليه الاشياء الطيبه ان شاء الله. مازال نرجعوا نجاوبوا على السؤال ديال السي عادل ناخذوا سعاد من الدار البيضاء. سعاد السلام عليكم. وعليكم السلام بنتي. مرحبا لالا تفضلي. عافاك بغيت نسول دكتور على زيت العود فين ما تناكل زيت العود تيدي لي الحرقه. زيت العود والسرديل. السرديل تو عندي نقص في الحديد يقول لي خذي السرديل ولا فين ما تناخذو تيدي لي الحرقه يحرقني. واخا بغيت نسول عافاك على بنتي كي فيها عندها هي الحساسيه ولكن كتحك بزاف الطويه ديال رجلها والطويه ديال ايديها ورجلها جيت صاقها من التحت البلايص اللي متنيه. وبنيتي ما خليت حتى الطبيب ديال الجلد. شحال من طبيب شحال ديال التريتمون وداك الشيء غالي
وكيبدا ينقص شويه عاود كيرجع. ولكن شنو الحساسيه ديال اش كيقولوا لها؟ ديال الماكله ديال شي حاجه؟ لا كتقول لك هي من صغرها وانا متبعه عليها على الحساسيه ديال التنيوف. وهذاك الشيء اللي كتعطى بزاف وداك الشيء. ودابا طبيبه الجلد كتقول لي كيما عندها الحساسيه ديال التنيف عندها الحساسيه ديال الجلد. ديال الجلد نعم. خاصها تريتمون حياتها كامله. وعيينا بنتي عييت بالطبيب عييت بالدواء بدلت شحال من طبيب. وداك الشيء ما براش ليها ما يعني ما حيدش نهائيا. نعم. ديما تحك ديما كتبرك تبقايها دايره يديها وكتحك تحك. نعم. الحق. واضح؟ واضح سؤال واضح سؤال ديالك مدام سعاد شكرا جزيلا على السؤال ديالك واكيد مرحبا بالاسئله ديال كل المستمعين والمستمعات نجاوبوا على السي عادل اللي هو سؤاله عند سؤال ديال بزاف ديال الناس ايضا الناس اللي كيحسوا بانهم تغيلفوا يعني انهم بحال يتروعوا الدوخه الردان غيرها من الامور قال هو حدد جوج ديال الانواع ديال الاكل اللي كياخذهم كيطروا لهادشي تكلم على القطاني وتكلم على الكسكسو مع اللبن اشنو نقدروا نجاوبوا السي عادل هاد الكسكسو مع اللبن او القطاني غالبا ما كيكونوا سبب في انهم وسورتو الا كان عندي الميكروبات الضاره او الميكروبات الغير مرغوبه عندي في الجهاز في الجهاز الهضمي غير كتاكل شويه ديال السكريات حنا كنعرفوا بان الكسكسو كله سكريات او لا اللبن كله سكريات فهادو كيخليو الميكروبات الغير المرغوب فيها كتكبر وكتنشط بواحد الشكل لا يتصور وبالتالي كتعطيني غازات كتعطيني اعزكم الله سبحانه وتعالى دوك ما يسمى بلي فلاتولونس كيخرجوا ليا بزاف لا والتكريعه كتولي عندي كثيره بزاف هادو كلهم الاصل ديالهم داك السكريات اللي كاينين في هاد المواد الغذائيه والميكروبات اللي كتكبر عليهم بشكل تلقائي لان كتلقى كما كيقول المكان ديال الرعي ديالها البسيط شنو هو المطلوب من هاد النوع ديال الناس هو انهم اولا يعزز الميكروبات النافعه يحاول ياخذ البروبيوتيك يحاول ياخذ كذلك دوك لي شو اللي كيكونوا المخللات بلي شو لا هادو غادي ينفعوا بواحد الشكل كبير ثم كذلك ياخذ الفاكهه هي الاولى العصير الخضروات هو الثاني ثم انسالات مع الغداء الفاكهه والعصير والخضروات وانسالات مع العشاء يمشي بهادو مده ديال تقريبا شهر وغيلقى بان داك الغيلوف اللي تكلم عليه قبل قليل وديك الدوخه اللي كتجي قبل قليل غتنقص ليه بواحد الشكل كبير وكبير جدا اضافه الى داك الاش بيلوري اللي قال لك رجعت ليه بحال كما قلنا الاخت قبل قليل العصير ديال البربا عجيب جدا الناس اللي عندهم الاش بيلوري الخل ديال التفاح مع الماء عجيب جدا كذلك الناس اللي عندهم الاش بيلوري بهذا النمط ديال التغذيه اللي تكلمنا عليه وبهذه الاشياء اللي عطيناها في الاخير غادي يكون لهم رده فعل ديال الذات ديالو في المستوى العالي. نعم وهذه القضيه ديال ان الناس مثلا هو تكلم على ملي تكلم على القطاني تكلم على البصاره وعلى هذا ماشي الانواع ديالها كلها واش هنايا واش حتى الاكل ديالنا مع مثلا القطاني ما تجمعش مثلا مع الخبز كسكسو نحاولوا نبعدوا شويه على اللبن ولا واش هادو ما كيلعبوش حتى هما دافو ديك الانتفاخات ولا عادي اي حاجه فيها سكريات بسيطه كتنشط الميكروبات الغير مرغوب فيها اذا علاش قلنا قبيله ياخذوا البروبيوتيك باش نحيدوا ديك الميكروبات اللي كتسمى غازوجين بميكروبات اغازوجين غازوجين بمعنى كتنتج لي الغازات وكتعطيني انتفاخات وكتعطيني شرف في الوقت راكم الخروج ديال الغازات من الاسفل والخروج ديال الغازات عبر الفم اللي كتعيق الحياه اليوميه ديال الانسان فهاد النوع ديال الميكروبات ما خصوش يكون عندنا في الذات ديالنا وخصنا نبدلوها بميكروبات نافعه اللي كتجي من البروبيوتيك دونك كنشري البروبيوتيك على شكل اقراص ونزيدو في الوجبات الغذائيه ديالي اولا كناخذ ديك المخللات خاصه المخللات ديال الشوفلور المخللات ديال الكروم المخللات ديال البروكولي هادو كلهم فيهم نوع ديال الميكروبات اللي كتمشي مع الاحتياجات ديال الجهاز الهضمي ديالنا وكنبدلو بهذيك كما قلت لك اغازوجين بهذوك لي غازوجين باغازوجين. نعم سؤال ديال سعاد تكلمت على زيت العود انا ملي كتاخذ زيت العود اولا السردين كتحس بالحرقه. هنا هذا النوع ديال الناس كما قلنا قبل قليل كاين هناك ناس اللي ما عندهمش يعني اون توليرونس لهذا النوع ديال الزوز ما عندهمش اون توليرونس باسكو الجسم ديالهم ما كيفرش واحد الانواع ديال الانزيمات اللي كتهضم هذا النوع ديال الزيوت وبالتالي نحيدها. ثانيا هاد النوع الا كانوا كياكلوا بزاف ديال الزيت ممكن كذلك تجي لهم هذا الاحساس بانهم كتجي الحرقه لان في الوقيته اللي ما كيكونش الهضم كامل من قبل الجسم ديالنا
كيدخلوا عليها ميكروبات في الجسم ديالنا وكيعطيوني غازات وكيعطيوني التهابات اللي كتخلي ديك الحرقات الظهر. يا اما نقلل من النسبه ديال زيت الزيتون او نحيدها كما كيقولوا كاريمون من الوجبات الغذائيه ديالي حتى نخدم على الجهاز الهضمي ونعاود البناء ديالو بالطريقه اللي تكلمنا عليها قبل قليل. وانا ذاك ممكن انني نولي بحال ايها الناس في الاكل ديالي ديال الزيوت. كذلك نحيد الزيوت ماذا نحيد الزيوت كما كيقولوا المختلطه. دابا كنلقى في الفطور مقليين الزيت في واحد النوع ديال مقليين البيض في واحد النوع ديال الزيت وكياكلوا زيت اخر وكيغمسوا في زيت اخر كتلقى ثلاثه ديال الانواع ديال الزيوت. الجسم ديالنا ما عندوش كما كيقولوا المؤهلات باش يهضم هاد ثلاثه ديال الانواع ديال الزيوت. ناخذ زيت نوع واحد ديال الزيوت. الا غادي نقلي سميتو البيض ديالي نقليه في نوع واحد ولا غادي نحط داك الغطار ديال الزيت نحط زيت واحد. وإلا غادي نشوف شي حاجه اخرى اللي غادي نحط مثلا القطاني اللي كنزيد فيهم الزيت نحط فيهم زيت واحد باش كنخلي الذات ديالي كتعامل مع نوع واحد من الزيوت. وكاين هناك ناس اللي عندهم حساسيه لهذا النوع ديال الزيوت. دونك الا كانت عندي حساسيه اوتوماتيكمون ما غادي نطوليريش الاستعمال ديالها دونك خصني نحيدو. وكاين اللي عنده مشكل ديال الجهاز الهضمي مسكين غير شغال. هنا كنخدم على المراره تولي الا كيمشي تمشي تقلب عند الطبيب ديالها ياك ما ديك المراره فيها الحجر ياك ما كان الخروج ديال دوك العصره ما كتهبطش الجهاز الهضمي وبالتالي ما كيكونش عندنا انتاج ديال دوك الانزيمات اللي ممكن تفعل ليها. عندها مع السردين وحنا كنعرفوا السردين يعني ماده اللي هي دهنيه وبالتالي هاد الناس هادو كيكون عندهم المشكل بحال هذا الشكل هذا خصهم يشوفوا مع الطبيب ديالهم الامكانيه ديال واش كاين هناك مشكل في المراره. ثم كذلك الهضم عندي مشكل ديال الهضم ما كنقدرش نهضم هذا النوع ديال كنشوف الميكروبات النافعه كنشوف لي بروبيوتيك ونحطو في الدات ديالي وبالتالي كنخلي بحال قلتي عنصر اخر كيدخل في العمليه ديال الهضم ديال هاد المواد اللي ما كنقدرش عليها. هاد الميكروبات حنا قلنا قبل قليل يا اما كناخذهم على شكل اقراص بروبيوتيك يا اما كناخذهم على شكل مخللات وهكا كنلقى راسي بانني عززت جميع المقومات ديال الجهاز الهضمي ديالي باش نولي بحالي بحال ايها الناس ناكل زيت البلديه نهضم الزيت البلديه نتبرع بالزيت البلديه كما كيتبرعوا بها الناس نستافد من دوك لي بوليفينول اللي كاين في زيت البلديه. ولا مشينا بهاد الطرق الخمسه اللي تكلمنا عليهم ممكن ان الاخت والاخت ديالها ياكلوا الزيت بدون مشاكل. نعم على الحساسيه ديال البنت ديالها ما عرفت واش نقدروا نقولوا في مواد تغذيه ولا لا لان كنعرفوا ان كاين بزاف الناس اللي تيكون عندهم بعض الحساسيات بحال مثلا الانف وهذا كيقدروا يديروا انواع اخرى من الحساسيات بحال اللي طرا البنت ديالها انه ولات عندها الحساسيه ديال على مستوى الجلد ديك الحكه وغيرها. ما عرفتش واش في التغذيه ديالنا نقدروا ندخلوا شي حاجه اللي ممكن انها تقوي مناعه شي حاجه من هذا القبيل. الو في الوقيته اللي كنتكلم على كاين عندي حساسيه غالبا كتكون البروتينات حساسيه كتكون غالبا الطرف ديال البروتينات اللي كيكون عندهم فلاتات على المستوى ديال الجهاز الهضمي. دونك الوقيته اللي كنقول عندي حساسيه النيف حساسيه الجلد حساسيه ديال العينين حساس كنقول بان كاين وراءها دخول او لا في انفلات ديال واحد المجموعه ديال البروتينات اللي ما خصهاش تكون في الدوره الدمويه ديالي. وبالتالي شنو المطلوب هو انني نعاود البناء ديال الجدار ديال الجهاز الهضمي ديالي. والاعاده ديال البناء ديال الجدار الجهاز الهضمي ديالي كيتبنى اساسا على الاخذ ديالي اللي ما يسمى بالماء العظام هذاك المرق العظام مرق العظام كذلك الكولاجين ولا فيتامين سي والمغنيسيوم هادو والاملاح المعدنيه على شكل عصير ديال الخضروات هادو كلهم كندخلهم في الدات ديالي باش كيعزوا ليا البناء ديال الجهاز الهضمي ديالي باش ما كيدخل الا الاحماض الامينيه ماشي طرف ديال البروتين ماشي البروتين ما تدخلش ليا البروتين ما تدخلش ليا طرف ديال البروتين وعارف الا مشي حتى تدخل ليا الدوره الدمويه اوتوماتيكمون غتنطلق ليا المشاكل ديال الحساسيه على وشكون هو المكان ديال الحساسيه اللي كنعاني منه اضعف منطقه عندي في الذات هي اللي كتعطيني الحساسيه اضعف منطقه هي العين كتعندي حساسيه العين. اضعف منطقه ديال الذات ديال النيف كتعطيني حساسيه ديال النيف اضعف منطقه عندي الجلد عندي حساسيه ديال الجلد. اذا هادشي ما خصوش يدخل الدوره الدمويه وبالتالي هذاك الشيء اللي باقي لي شايط في الدوره الدمويه كيفاش غادي نحيدو. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. دونك حنا تكلمنا على السؤال ديال البنت ديال المستمعه الكريمه. حنا عارفين ملي تيكونوا حساسيات كنعرفوا ان كتكون
الطبيعه ديال الذات هي اصلا قابله ومهيجه، وكنعرفوا ان الحساسيه فيها حتى واحد جزء ديال الوراثه، وحساسيه كتدي الحساسيات اخرى. دونك كيف قلتي تتبع ما هو علاج، لان قالت الام ديالها عندها علاج يعني مدى الحياه ديالها افي، غتبع العلاج ديالها وتاخذ كل ما هو تغذيه بحال تقاد او تعوض النمط الغذائي ديالها، باش هكذا تقدر تعطي الذات ديالها واحد الحمايه اكثر، واحد المقاومه اكثر، واحد المناعه اكثر. غنكملوا الاسبوع الماجي ان شاء الله باذن الرحمن. مرحبا. بطبيعه الحال دائما موضوعنا، واكيد شكر موصول كل مستمعين ومستمعات، وشكر لك الاستاذ الباحث محمد وحسين، انت متخصص في التغذيه، وكل المستمعين.